السلام عليكم. مركزة مرحبا، أعتقد يور ميوت. أوكي، مرحبا شيخ، العافية، مرحبا، كيف الله الحال؟ يعافيك، شو أخبارك؟ مش مشافك. عاش أحبابك، والله اشتقنا لك. الله يحفظك، والله احنا بالأمس. الله يسعدك، الحمد لله كله تمام، نشكر الله. كيف أمورك؟ طمني عنك. تمام، الحمد لله. الحمد لله. في المكتب اليوم في الجامعة؟ احنا خلاص كل يوم من السنة، بدك تقول من بداية بعد رمضان نعم، صرنا خلاص كل يوم بالمكتب. الله يعطيكم العافية الله والله. يعافيك. وشلون next fall؟ in person ولا هم online؟ ما No حد يدري. one knows. احنا زينا زي العالم، عم ننصدم بالقرارات خلاص صراحة. فجأة، ما حد عارف. اللي هو يعني unexpected. يعني everything is unexpected. ان شاء الله. شو يعني احنا كتير مثلا كان كل شيء عم بيقول انه احنا خلص الفول سمستر رح نكون بالجامعة، بعدين لا عم بتزيد هلا الإشاعات إنه لا ما تحضروا حالكم، ما تحضروا حالكم، ف no one knows صراحة. إن شاء الله سهالة. بس هو حرام، بتعرف يعني أنا أكتر ناس صعبانين علي اللي هلا انقبلوا عنا، اللي انقبلوا عنا مثلا السنة الماضية بالفول الماضي واللي قبله، اللي ما لحقوا ينبسطوا بحياة الجامعة. كله حياة أونلاين. الجامعة مختلفة وحياة تمام. الجامعة حلوة فهدول حرام ما لحقوا يشوفوا شيء. إن شاء الله وراهم كم 3 سنين، فإن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، يعني الله يا يوفقهم. رب. بس تعرف انه السنة أولى جامعة يعني الواحد ممكن يكون شوي مستحي، خصوص البنات اللي بيكون مستحي شوي ومش عارف يتواصل مع غيره، ببلشوا آيس شوي شوي، ببلشوا يشتركوا بالنوادي، فهدول حرام اللي recently joined خبرتهم بهاي الأمور محدودة. قد ما بنقدر بنحاول نعمل أونلاين activities نفس مثلا هلأ مع حضرتك، بس still الface to face مختلف. لا، مختلف تماما، مختلف تماما. انا اعتقد ان شاء الله باذن الله مع الفاكسينيشن ريت يعني في الكويت، ان شاء الله تول بي باك ان بيرسون، اذا نوت فول ان ذا سبرينج. خلاص إن شاء الله. لابد يكون ان بيرسون. مظبوط، إن شاء الله. هلأ التصويت خلي الناس تيجي أكتر. مو مشكلة.
Hello, everyone. How are you? Mark, are we on? Hi, doctor. Hi. Yes, we are on, but we are waiting for more to come. ولا بدك نبلش? I think we can wait for a couple of minutes. Yeah. Okay. Mr. Fahad is here with us? Yes. Yes, he's here. Hi, Mr. Fahad. Hi, how are you? Alhamdulillah, انت شلون? Good, not bad. Well, how was your Eid? Eid Mubarak. Alhamdulillah. Relaxing, much needed. Yeah, it's relaxing or boring in nafs, like ما عارفين شو نسوي بحياتنا. All right, so what we did was we told the students, many have classes during this time, so normally what we would do if it's on campus, we ask the teachers to you know, bring their classes to the seminar, but this time we decided to record the seminar and it will be made available to all our students. وبالذات عندنا في المانجمنت كمان قررنا ان راح يتحول الى assignment. So the assignment is going to give us a, oh yeah, I forgot to do that. Here we go. Okay, so the assignment for some of the management courses is going to revolve around فكرة خبرة, how Mr. Fadka, entrepreneur, how did he come about to find this, you know, gap or identify the gap and propose this product in a way that is different, but yet still thing that we've seen before, a different line. وأيضا من الجانب الآخر إن why are the internships or الأمور اللي إحنا the experiences اللي راح نعيشها في undergraduate studies, why are they important? Are they important? Why should I do an internship? But that is a kind of internship for free, you know? So I hope you address these points as well while we give them an overview of what is خبرة. I think we can get started now. It's 1:05. Please note, everybody, if you have any questions, please put them for us on the chat. And we'll give the floor now to Mr. Fahad. Shukura, Dr. Randa. Thank you for having me today. If you don't mind, I'll just share my screen. So, prepared a very basic presentation that I'll be sharing with you. Let me just start by introducing KHIBRA. KHIBRA is the Middle East's first platform connecting employers, universities, and early talent. فكرة المنصة جت من مشكلة واجهناها كطلبة, واجهناها لما اشتغلنا في سوق العمل. صعب اليوم التحصيل على الوظيفة لما واحد يتخرج من الجامعة, ماكو شانل واضح للشباب يروحون يدورون على كل الفرص اللي يبونها اللي تخصهم أهما كأنتري ليفل, سواء انترنشيبس ولا انتري ليفل جوبز. ونفس الشيء الشركات لما يحاولون يستقطبون الشباب ماكو شانل واضح يروحون يكلمون فيه الشباب. فقررنا ننشأ منصة خبرة. طريقة البرزنتيشن جدا بسيطة, راح أعرفكم على المنصة, راح نتكلم ليش قاعد نركز على فئة الشباب,
بعدها راح نركز على كوفيد 19 وشنو أثره على سوق العمل سواء على منطقة الشرق الأوسط أو دولة الكويت. وبعدها I'll share my personal tips on you know launching a strong career سواء كان resume tips ولا interview preparations. We can then open the floor for Q&A. But before I dive into the platform, let me introduce the team. معنا عبد العزيز البحر, he's the chief operating officer at KHIBRA. عبد العزيز is an MIT engineer, اشتغل في Halliburton, the oil fields in Texas, got his MBA from Harvard Business School, واشتغل في Apple حق 3 سنين, وحاليا هو رجع للكويت and he's spearheading the operations of KHIBRA. معنا لطيفة السرحان من المملكة العربية السعودية, she is leading the partnerships في المملكة هناك مع الجامعات والشركات. And there's myself, I'm the founder and CEO of KHIBRA. My background is mainly in finance and strategy. اشتغلت في شركة صناعة الغانم في الكويت قعدت فيها تقريبا 5 سنين, بعدها تركت ورحت management consulting مع Bain & Company, وحاليا أنا طالب MBA في جامعة Harvard Business School. ومعنا ال Chief Technology Officer دكتور جواد الخالقي. دكتور جواد has more than 20 years of experience with IBM, واشتغل حتى مع الفيفا World Cup في قطر. Let's you know give you a high level overview of KHIBRA. Basically, it's a platform, موقع تدخلونه تشوفون كل الفرص للشباب لكم أنتوا سواء تدورون على internships أو تدورون على entry level positions. إحنا نركز على فئة طلبة الجامعة حديثي التخرج وناس عندهم خبرة عمل in up to 5 years. فموقع جدا بسيط, تدخلون تتأكدون أن الفرص كلها لكم. ما تدخلون تشوفون مثلا منصب عالي مثلا senior manager وتقولون لا إحنا تونا بعدين خريجين جامعة. فهدف المنصة ركز بس على فئة الشباب, فإن شاء الله نقدر نخدمكم عن طريق المنصة. طبعا فكرة المنصة تنشئون حساب واحد, تدخلون موقع خبرة تشوفون كل الفرص من جميع الشركات سواء في دولة الكويت أو الشرق الأوسط. فبدينا مع تقريبا يمكن 10 شركات, اليوم معنا فوق 160 شركة, منهم شركات محلية في الكويت, منهم شركات إقليمية, ومنهم شركات عالمية. فعلى سبيل المثال أمازون ميدل إيست دخلوا معنا, عندنا فيرجن موبايل رابع شركة اتصالات دولة الكويت توم دخلوا السوق يوظفون عن طريقنا, قطاع المصرفي تقريبا كله معنا, الاتصالات you know. وقنحاول نميز المنصة ما نجيب فقط شركات اتصالات وبنوك كالعادة, يبنى اتصالات بنوك تكنولوجي فينتك أركيتكتشر لوجيستكس سبلاي تشين, كل هذا حطيناه مكان واحد بحيث أن عندكم كل خيارات بطريقة سهلة. الأول ما بدينا المنصة طبعا بديناها في شهر 1 اللي فات, بدينا ب5 وظائف. اليوم عندنا أكثر من 500 وظيفة انعرضت على المنصة. طبعا في وظائف تطلع وتنتهي وتطلع وظائف بعدها, فتدخلون اليوم راح تشوفون جميع أنواع الفرص موجودة اليوم على المنصة, وإن شاء الله لغاية آخر السنة وسنين والأشهر القادمة راح تشوفون فرص زيادة وزيادة زيادة من شركات عالمية راح تدخل سوق الكويتي. فعلى سبيل المثال احنا قعدنا ويا امازون وقالوا لنا ترى راح ندخل سوق الكويتي, قعدنا ويا مثلا انستا شوب ابلكيشن شروا الشركه اللي شرت نفس الشركه اللي شرت كارج, فنفس الشيء قاعد يتوسعون في الكويت الحين وهم قاعد يوظفون, وكلهم قاعد يركزون على فئه الشباب. فليش قاعد نركز على فئه الشباب؟ تركيزنا له هدف اساسي. اول شيء اكتشفنا ان الشباب they struggle big time اول ما يتخرجون من الجامعه, يواجهون تحدي كبير من يعني experience اكاديمي, وفجاه ينتقلون الى سوق العمل والترانزيشن عاده ما يكون سموث, يكون يعني شوي صعب لانه ما يعرفون يسوون سي في او ما حد يرشدهم على طريقه سي في. انتو يعني يور لاكي ان KCST has a strong career center team, بس بشكل عام لاحظنا ان they always يعني struggle drafting a strong CV, drafting or preparing for a resume. و 56% من الشباب اللي قابلناهم يعتقدون ان مهاراتهم يعني مو كافيه ان تساعدهم يحصلوا على الوظيفه, فهالشيء مو صحيح مع مقابلاتنا مع الشركات. و 72% من الشباب في المنطقه عندنا يعتمدون على اهاليهم واصدقائهم علشان يحصلوا على الوظيفه, بينما اللي احنا قاعد نسويه قاعد نقول لا تسمع ان اي شركه قاعد توظف ولا منو اللي قاعد يوظف, ادخل وشوف بنفسك. فسهلنا العمليه كلها. والخبر الحلو حق الكل ان شاء الله ان 100% من شركات القطاع الخاص كلهم يوظفون شباب. فاكتشفنا احنا عده يعني في كابل ترندز مع كوفيد اثرت على السوق في الاقليم وفي دوله الكويت.
لاحظنا أن الشركات عالمية قاعدة تتسرع دخولها للمنطقة عندنا. فمثلاً أمازون، فيرجن موبايل، سترايب اللي هما payment processing، كل هذول قاعد يحاولون يدخلون المنطقة. أمازون دخلوا السعودية والإمارات والبحرين والكويت أعتقد in the next year or so. فيرجن موبايل توهم دخلوا الكويت، رسمي صار عندهم ترخيص شركة صالات ف they're operating now. سترايب توهم فتحوا مكتب في الإمارات وياين على المنطقة. انستا شوب دخلوا الكويت، كيتوبي دخلوا الكويت، كيتوبي is a cloud kitchen. فلاحظنا أن في شركات إقليمية قاعد تحاول تدخل الشرق الأوسط وبالذات سوق الكويتي. الشغلة الثانية اللي اكتشفناها مع احتكاكنا مع الشركات أن الشركات يوظفون based on attitude. فskills come second. يعني لما أدخل مقابلة لازم يعني يتأكدون أن الشخص هذا اللي جاينا يبي يتوظف عندنا في قابلية إنه يتعلم. ما عنده مانع يطول شوي بالشغل، ما عنده مانع يتعلم مهارة جديدة يمكن ما اكتسبها بتخصصه. كل هالأمور ينظرون لها نظرة للشركات ويحطوا لها برايورتي أكثر من السكيلز اللي موجودة عندك حاليا. شغلة الثالثة هي versatility is queen, basically is being flexible. 90% من التخرجون مثلا في أمريكا ما يشتغلون بمجال يعني تخصصهم. فإذا أنتوا كنتوا finance, be flexible to work in accounting or in marketing and vice versa. لاحظنا ترند كبير صوب الفنتك، ففي وايد ناس تخصصون مثلا finance ويأخذون كورسات data science حتى يوجهون الكارير مالهم أكثر صوب الفنتك. ف always be flexible. الفرص يعني موجودة الحمد لله، وايد فرص طيبة موجودة في السوق، بس يمكن شلون أنتوا تجهزوا روحكم حق الفرصة by taking extra courses, maybe acquiring a certain skill, maybe signing up for an elective في الجامعة عشان تأهلون نفسكم حق الوظيفة أو الكارير اللي تبونه. طبعا في a couple of tips I'd like to share and how to stand out when applying for jobs. Again, هذا من المقابلات اللي صارت معنا مع الشركات. Always make sure to set up a Khibra profile. Make sure to complete your experience and education section. The more information you tell employers, the more likely you will hear back from them. أنا دائما أشبه المثال خلينا نقول Instagram على سبيل المثال. إذا واحد يسوي لي follow ومو حاط صورة، مو حاط اسم، مو حاط ولا معلومة، most likely ما راح اسوي له decline يمكن او اسوي له بلوك. نفس الشيء الشركات، ترى بشر يقعدون الصبح يشربون قهوه وعندهم مشاعر وحاسيس، فلما يشوفون الانكمينج ابليكانتس ويشوفون واحد مقدم ويدوب حاط معلومات the chances are انه ما راح يردون عليه. فmake sure to complete your experience in education, tell them as much as you can. Make sure to add a professional photo. الطريقه جدا سهله، اليوم كل واحد عنده سمارت فون، في شيء اسمه بورتريت مود، التصوير جدا بروفيشنال بالسمارت فونز اللي عندنا. اوك فور ا بلين باك جراوند، خل واحد يصوركم فيري كويك فوتو بالتليفون، يو كان ابلود ات، اتس فيري ايزي اند ميكس ا بيج ديفرنس. احنا حاطين سكشن اسمه ماي بزنس كارد، هذه فرصه ان نعطي الشباب يكتبون نبذه عن نفسهم. كتبوا نبذه عن نفسكم، عرفوا على نفسكم للشركات. قريبا ان شاء الله راح نضيف حتى فيديو سي في، فتقدرون يشوت فيديو في يور سيلفز وتقولون والله السلام عليكم، انا اسمي فلان فلاني من كي سي اس تي وحاب اكمل مجال اكس واي زي. تعطون فرصه توقون نفسكم للشركات. وميك شور تو اد يور سكيلز، يعني كي سكيلز اي نو امبلويز ار لوكينج فور اللي هو مايكروسوفت اوفيس. Sometimes, you know, if you're depending on your major, if you're marketing, they want to look at data analysis. If you're finance, they want to look at financial modeling. ففي بعض السكيلز يعتمد على التخصص او على حتى الوظيفه اللي انت تبي تقدمون عليها. فmake sure to add the skills that target the job you're looking for. وصراحه ودي اعطيكم a couple of important tips انا واجهتها نفسي لما كنت اشتغل. I know that they work. اللي هو التقديم على الوظيفه. شلون تجهزون a strong resume, CV يشد انتباه الشركة. لما تكتبون عن مثلا خبرتكم في الجامعة ولا حتى لو كان عندكم internship experience، في البولت بوينت اللي لما تتكلمون شنو سويته في الجامعة وشنو سويته في الانترنشيب، always 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 start with action words. It's very important to start with key action words to show them that you took initiative. يعني انتو كنتوا قادة، سويتوا شيء بالوظيفة. مو والله تقول والله يعني خلينا نقول assigned in the finance department. أوكي بس شنو سويت بالfinance department ولا in the marketing ولا engineering، شنو سويت بالمكان اللي كنت فيه. So always start with action words. Some of them could be مثلا launched an app ولا created an Excel sheet ولا template. Managed a small team ولا led a project. Reduced خلينا نقول process of you know
a report from 1 hour to half an hour for 50% efficiency. فلما تعطونهم المعلومات هذه راح يصير فيهم أوكي هذا مؤشر زين أن الشخص يعني قادر يتحمل مسؤوليات ويقدر يشتغل. نفس الوقت في quantify your achievements هالشغلة جدا مهمة. فلما أقولهم والله يعني أنا I was leading a team. إنزين يعني I led the team بس what did I do؟ والله أقول I increased you know efficiency by 50%. I built two financial models. عندنا target خلينا نقول نكلم 10 شركات أنا كلمت 20 شركة ف you know exceed the target by 100%. فعلى سبيل المثال فلما أعطيهم المعلومات هذه يدرون أول شيء أعطيهم مؤشر على طريقة تفكيري أعطيهم مؤشر على my work ethics شنو أنا كنت أسوي بالشغل وآخر شيء طبعاً علشان you stand out أكثر you can add certain certificates. فخلنا نقول على سبيل المثال بقدم على MBK Capital ولا بقدم على National Investment Company هذه الشركات استثمارية أدري أن يهمهم financial modeling فأقدر أبين لهم أن ترى أنا فعلا مهتم في هالمجال by taking extra courses مثل Wall Street Prep Financial Modeling فأبين لهم ترى أنا خذيت كورس الفلاني أعطيهم إشارة أن أنا فعلا مجهز نفسي حق الوظيفة هذه وقادر أقبل التحديات اللي تي مع الوظيفة. طبعا هذا بخص السي في. I also want to talk about the interview questions. هالشيء جدا مهم وأنا شفته يعني بعين الواقع ناس تغلط فيه وما تدري شلون they answer the basic questions بالمقابلة. أول شيء قبل أي أسئلة وقبل أي مقابلة واحد أي شخص لازم they practice ahead of time out loud. لا تعتقدون أن بينكم بين نفسكم ال practice هذا اللي يصير بينكم بين نفسكم راح يساعدكم بالمقابلة بتأتئون راح تغلطون ف make sure to practice out loud. Have a practice partner قعدوا مكان حتى لو coffee shop أسئلة طبيعية أول مرة راح تغلط ثاني مرة راح تغلط ثالث مرة راح تلاحظ في تحسن by the time the real interview comes you are prepared. For some of the يعني questions that we noticed they're broken down into three main categories. فالأول هو background questions. Background question basically يعني عرفنا على نفسك ليش درست في KCST ليش تخصصت في تخصص الفلاني. يمكن لما أسأل أي واحد هالسؤال راح يبدي تأتأ معناه سؤال بسيط بس ما راح يقدر يجاوب. فit's always important to practice ahead of time. والبشر بشكل عام يحبون القصص فأي واحد يعطيهم قصة راح يشد انتباهه. فلا تقول لهم والله درست KCST لأن حبيت الجامعة والله أن مثلا لاحظت عندهم تخصص الفلاني ممتاز فلذلك اخترت الجامعة فالحين أعطيتهم مؤشر أن أنا I do my homework before I do anything I prepare myself. ليش تخصص مثلا تخصص الفلاني والله أنا حاب أكمل مجال هندسة حاب أصير مثلا computer engineer واكتشفت أن KCST is the best school to offer such a major. قررت أن now you know there's a real reason why I decided. فأشد انتباه لجدامي. النوع الثاني من الأسئلة أو الكاتيجوري الثاني اللي هو behavioral questions. وهذه هم لاحظت في غلطون فيها وايد وايد وايد. فمن الأسئلة أذكر كان يسألون tell me about the time you failed. The way you approach such questions is using the STAR method. STAR method is a situation, task, action, result. فمثلا إذا قلت tell me about the time you failed أقول والله كان عندنا مشروع وكنت أنا قاعد يعني أنا مسؤول عن فريق في خمسة والتاسك أن ننجز المشروع في خلال أسبوع والأكشن أن أنا ما قدرت أوصل المعلومة الصحيحة لأعضاء الفريق as a result ما قدرنا we deliver المشروع خلال أسبوع. ما أقول كذي وأسكت. الهدف من السؤال هو طبعا يعني ما يقولونه بس الهدف لازم أقول حق اللي سألني شنو تعلمت. أوكي okay, I failed no one is perfect everyone fails بس أهم شيء أقول لهم what did I take away from this failure what did I learn what are the key lessons. فعلى سبيل المثال أقول لهم والله ما قدر أن أنجز خلال أسبوع واكتشفت أن الغلط أن ما قدرت أوصل معلومة صحيحة فمرة ثانية بنسوي ميمو نرسله we discuss it every morning for one week to make sure that everyone is aligned. فلما أعطيهم take away lesson فأقول لهم I learned my lesson next time I will not do this I will do the other way. فأهم شيء أن أقول لهم شنو تعلمت. والستار method is very important. You can have 8 or 9 questions تخلونهم معاكم قصص عن مرة نجحتوا مرة فشلتوا مرة شلون you led a team مرة you worked in a team. فمن يسألونكم أسئلة you can use any story and change it a bit
to match the frame of the question يعني. والكاتيجوري الثالث طبعا اللي هو technical questions. Technical questions عادة يرجع للتخصص المعين. أنا ممكن أضرب مثلاً وايد على الفاينانس، أنا تخصصي فاينانس، الهندسة اعذروني ما أعرف وايد عن الهندسة، بس على سبيل المثال لما يسألون عن مثل ريشيو معين بالفاينانس، يسألون عن الفور بيز في الماركتينج، يسألون عن هذا السؤال جوجل يسألونه في المقابلات، how many golf balls can I fix or can I fit in a school bus؟ هم ما يبون يعرفون الرقم الصحيح، هم يعرفون شلون طريقة تفكيري، هل أنا مبهذل كل مكان ولا عندي طريقة منظمة أفكر فيها. فعلى سبيل المثال أقول أوكي الباص ارتفاعه 8 متر، إذا شلت تواير الباص معناته ارتفاعه 5 متر، 5 في 3 ب 20 يطلع X، أقسم هالرقم فوليوم كرة الجولف أقدر أكفي هالكثر كور داخل الباص. فلما أعطيهم التفكير هذا راح يصير لهم أوكي الشخص هذا يعرف يفكر، مو شرط يعطيني الرقم صحيح. ففي أسئلة تيكم ساعات very random on the spot. The only way to go about this is practice ahead of time. Make sure to practice. يعني إذا كان عندكم أشياء technical في الجامعة مثلاً أشياء تخصصية بالmajor marketing, finance, engineering, computer science, make sure to review them before the interview. Make sure to practice them out loud and prepare some mental math. يعني it's very important. فلما أقول لكم 19 ضرب 19 قول أوكي 20 ضرب 20 is you know 400 تقريبا، أنا الرقم هذا يم 400. فأبين لهم أن ترى أنا حسبتها سرعة يعني طريقة سريعة، it's not accurate but it's somewhere close to that number. فأ I show them that I can think fast. طبعا you can find us on you know by visiting our website getkhibra.com. Please make sure to follow us on Instagram. Diamond, we have job alerts. We post job alerts on our stories. We have a couple of new ones lately. So make sure to follow us. وعذروني طولت عليكم بالحديث. وإذا عندكم أي سؤال نقدر نفتح the floor for any questions. Rule number one: there's no such thing as a stupid question or a bad question. Ask anything. ما حد طالع بهالدنيا يعرف كل شيء. Please ask. وثاني شيء: never hold yourself back. Always seek for help. الناس دائما تساعد بعض وهذا شلون الناس قاعد توصل. Always seek help. There's no shame in that. I promise I'll do my best to answer any question. إن شاء الله أقدر أساعدكم. يعطيكم العافية وسامحونا على القصور. Thank you very much for all the information. It definitely highlights all of the aspects that we were wondering about. كل الأسئلة تقريبا جاوبت عليها. Thank you for that. وبالعكس يعني شيء مميز و something we need. نفس ما ذكرت كانت يعني from your experience كان المفروض إن يكون في something similar in the market ولكن لما كان هالشيء موجود. It's a great idea and then put them together in one platform. واللي يعني key advantage إن أنا لما بديش على البلاتفورم all of the jobs are relevant to الفئة أو الإيرا اللي أنا عم بعيش فيها أو المؤهلات اللي عندي إياها حاليا. فمتخصصة لكم. If you have any questions, please go ahead, unmute yourself or write it for us in the chat. No question is a bad question. تفضل عبد الرحمن. يعطيكم العافية. بس عندي سؤال. هلا المشروع هذا يعني كتير حلو، حتى احنا اصلا كان عندنا واحدة من المواد بروجكت كان هدفنا بالبروجكت هذا نسوي انالايز لفكرة مشروع مشابهة نفس الدومين يعني موقع والامور. بس كانت عندنا مشكلة انه how will we gain profit from this project. هلا الفائدة كبيرة بس يعني كان limited تفكيرنا بالنسبة للبروفيت. سؤال جدا مهم. احنا يعني we decided يعني we also thought about the business model. قاعد نقول how can we generate revenue and hence profit. The way we're doing it is we're charging employers. في الشركات اللي بتعرض وظيفة ويصير عندها access على database يكلمون الطلبة ويوظفونهم and they launch campaigns. They can pay an annual fee. يصير عندهم access to the database. أما للشباب it's completely free. Soon we're introducing coaching services. فخلنا نقول لكم مقابلة واستأنستوا وقلتوا حق ربعكم and then you know صار فيكم okay وبعدين شو أسوي ما أعرف يعني شلون أحضر حق المقابلة. So you can pay a small fee ويطلع لكم coach بزوم. يصير one on one you practice
حتى إذا عندكم CV, you want to upgrade the CV, you want to polish the CV, you can upload the CV, ويصير عندكم one-on-one session, and you know, الكوتش يقدر يساعدكم أن شلون تحسنون CV مالكم. وهم if you're looking for general career guidance, you can pay a $50 fee or something small. Again, Zoom session, يطلعكم كوتش ويوجهكم. This is one way also that we're charging revenue for students. And finally, احنا قاعد نسوي virtual career fairs مع الجامعات. We're embedding sponsorship options حق الجامعات. فإذا الجامعة تبي تسوي event وتبي تعزم شركات وشركة تبي تي بس تبي تعطي sponsorship, they can pay through the platform and we pass on the money to the university and we take a small fee. That's, you know, multiple business models for خبرة. تمام. أوكي. شكرا. So Abdurrahman, here's a management question for you. What is he offering? What is his output? بالنسبة للمشروع الخبرة يعني ولا؟ Yep. بشكل عام أي شيء online بالعادة مثلا إن كان خبرة إن كان طلبات. What is he really? What's the product? يعني الفاليو هو أن نسوي connection بين الجهات اللي توظف وبين الناس اللي عم بيدوروا على الوظائف. Yep. So هو بالفعل is he giving me something tangible? Is he giving me a good or a service? There we go. Zainab answered it on the chat. Yes. So usually whenever we have an output, it's either going to fall under the category of something tangible. I can touch it. I can offer it to you. Or it's a service. Normally, when it's a service, but that is a kind of online, بالعادة, we rely on models which include a percentage of profit من جهة معينة أو من الجهتين. أو a service charge نفسه بيكون shared amongst everybody. So there's certain payment structures associated with the different types of outputs that you produce profit. Any other questions, guys? أنا عندي سؤال بس هخلي المجال إذا في حدا عنده غير سؤال. خالد تفضل. بس أنا تشيكت على الموقع واكتشفت إن أغلبية الوظائف حق الناس اللي أوريدي متخرجين. Okay. فما لقيت المكان. Mr. Fahad, would you like to give some feedback? الشركات اللي قاعد تعرض وظائف, خلينا نقول أنا أعرض وظيفة في احتمال تنتهي بعد شهر ولا بعد شهرين. فيتنا فترة حطوا internships حق طلبة الجامعة. يت فترة حطوا حق الانتري ليفل. في الحين عندنا بعض الوظائف يمكن يبون 5 years work experience, في بعضهم يبون 3 years, في يمكن باكر تطلع شركة تقول له نبي مرة ثانية internships. فحتى كان في اتفاق بيننا وبين إيكويت مثلا نحط كانوا يبون يسوون internship program معنا, بس they pulled back آخر لحظة قالوا لا الدولة لحين ما فتحت وما ندري وما نبي نسوي online. فإحنا دائما في تواصل مع شركات, فmake sure to check every now and then. الجوب بوست دائما gets updated, تتغير تتحدث دائما, فاللي بتشوفه مو ثابت ان شاء الله. ان شاء الله راح تلقى فرصه اللي تبيها. So تقريبا يعني لحق ما تلحق كمان, يعني first come first serve. If you are going to check, وبالذات بشكل عام لما بتيجي الانترنشيب في لها ويندو معين. Okay, so you'll get used to it. You'll start seeing in مثلا في بداية السمستر بالعادة ما بين September October we'll see more things for internships, لأنه بالعادة بنحطهم aligned مع السمستر أو مع التايم معين. ف يمكن حاليا نفس ما ذكر أستاذ فهد إنه it's maybe خلصوا يمكن توظفوا كلهم أو مو متوفر في هذا الويندو, ولكن keep بالنهاية هذا البلاتفورم بشكل عام. So you can find any kind of job, and I'm sure Mr. Fahad, you can filter it, صح? هل في filter إن حسب type of job هكذا? This is the filter is coming probably in 2 or 3 weeks. You can filter by location, you can filter by industry, you can filter by experience, entry level, well, 1 year, 2 years experience. والسؤال اللي كمان أنا بنسأله كتير, how much are they going to pay me? Help me answer this question. الله يخليك. It's not what? Important, صح? Can we please address this? Yeah, the salary, yeah. Okay, this is very important. الشيء اللي لاحظناه أن الناس من بالمقابلة يقولون كم المعاش وكم راح أحصل. هالشيء غلط, لأن الانتري ليفل بوزيشن بشكل عام السالري رينج is fine. في شوي فوق في شوي تحت, بس once you land a job and you become very good at it, the money will come.
لأن you will be highly in demand in the future. أعطيكم مثال، أنا عندي صديق عماني درس معنا في جامعة الكويت واشتغل براتب جدا بسيط ودخل طيران الاتحاد leadership program مالهم، هم راتبه كان جدا بسيط عادي، بس he was very good at what he did. He worked in finance. He was very good in what he did. حطوه assistant finance manager في مكتب برلين، بعدين صار finance manager مكتب باريس، ورد global airport في headquarters في أبوظبي، وراتبه went skyrocketed. صار شيء يخرع لأنه he was good. بس لازم واحد يثبت نفسه من البداية. ماكو يعني، أنا حتى لو الواحد يقول لي ادفع لي اكس، أقول له ليش ادفع لك اكس؟ أنت ما بينت، أنت فريش جديد، أنت لازم، أنا أصلاً زين مني قاعد ادفع لك فلوس وقاعد أعلمك نفس الوقت. هذا الشيء شفته من الشركات، يقولون بالعكس هاي شغلة طيبة، واحد يستلم فلوس قاعد يتعلم، شنو أحلى من كذي؟ بس with time you will gain the experience and the expertise and then you can demand something higher. بس in the beginning my recommendation would be very humble, accept a good job. خلي يصير عندك بلاتفورم تبدي فيه، تنطلق منه، نمي مهاراتك، وبعدين اطلب معاش اعلى. هذا يعني من اكثر من خبير اللي عم بيوصل، عم بحاول اوصل لك المعلومه ان يس السالري از امبورتنت، بس انت في البدايه، في البدايه ان كانت انترنشيب ان كانت وظيفه مبدئيه يور فيرست جوب، لا نركز زياده عن اللزوم. اصلا اي هاف ماني كيسز اللي بيجيني ساعات، احنا بنعمل الموك انترفيوز عنا في الجامعه، قبل ما اصلا يجيني على الانترفيو يقول لي how much، مبدئيا I don't want to hear this question. انا راح اقول لك it's a good job, it's good for you, this is something that you can work your way up. وبالذات ان البرايفت سيكتور يعني ماخذين عنه انطباع سلبي، والله ما بيعطي. يس بالبدايه ما راح يعطوك كثير، ومن البروفيشنال بوينت اوف فيو من اكثر من اكسبرت عم بقول لك انت عم تاخذ الخبره اللي مطلوبه عشان توصل للسالاريز العاليه. كل ما you worked hard guaranteed almost ان انت راح توصل ومعاشك راح يزيد. اللي راح يفرق ما بين البرايفت سيكتور بالعاده، او اللي احنا بنشوفه from our experience راح يفرق ما بين البرايفت سيكتور والجوفرمنت سيكتور، ان من البدايه يمكن يظهر كانه السالري تبعك اعلى من البرايفت سيكتور، ولكن over time شو بصير؟ البرايفت سيكتور انت عم تزيد السكيلز وعم يطلع، هذا راح يضله ثابت، او اذا تحرك المؤشر تبعه وايد بطيء. اوكي سو ذس از اولموست ا جارانتيد تراك تو انكريسينج يور سالري. فلا تقارن نفسك باللي بدا في البرايفت سيكتور واللي بدا في البابليك سيكتور، لان في وقت average not too long enough you will exceed them if you go on the right track. فمبدئيا please let's not worry too much about the salary. اخذوا الاكسبيرينس انه هيدا الشيء راح يميزك وراح يخليك يونيك وراح تقدر يعني تطلب المكافاه هذه السالري العالي. Alright, any more questions guys? Yes, عبد الرحمن تفضل. عندي سؤال بالنسبه يعني يمكن ما عندك خبره عليها، بس بشكل عام المهندسين يعني الخريجين قديش عندهم فرص بالكويت بالبرايفت سيكتور من ناحيه الانترنشيبس والامور؟ يعني انا معظم الشركات اللي تقدم انترنشيبس ما بشوف عندهم شغله بتخص الانجينيرينج. فبس هذا الموضوع. سؤال جدا مهم. بس شوف الانجينيرينج في انواع، في بتروليوم، في ميكانيكال، في سيفل، في الكتريكال. فبس بشكل عام اللي لاحظناه في السوق pivoting towards computer engineers. صح الانجينيرينج في فائض في الكويت بشكل عام، اخر فتره دزوا وايد مهندسين برا، صار في اكسس ديماند، اكسس سبلاي في السوق على المهندسين. فلما رجعوا الشركات يقولوا اوكي وظفنا المهندسين بس في زياده، بس ماكو احتياج لهم، لذلك شوي مقللين. بس if you're looking for engineering jobs I know شلمبر جي يعرضون قطع النفطي، بس they're looking for electrical, they're looking for petroleum, equate they're also looking for engineers. بس again يفتحون أماكن، هم عندهم شيء اسمه structured recruiting، فيفتحون فترات معينة كنهاية السنة وبعدين يصكون يفتحون مرة ثانية السنة اللي وراها. I know number eight إن الحين فاتحين. I think that they're open. بس صح تركيز ال engineering شوي قل آخر فترة. I think one way to go around this، أنا دائما أشوف أشطر الناس اللي عندهم تخصص هندسة ويضيف عليه شيء ثاني ما له شغل بهندسة، data science, business. Anything else? The strong match. لأن المهندس تفكيره يكون ممتاز بالأرقام، يعرف يحسب.
فلما تضيف عليه بزنس وضيف عليه مثلا داتا اناليسيس تلقى مهاره جديده تطلع. شفناها مع بنك الكويت الوطني، شفناها مع بنك الخليج، يوظفون مهندسين بس مو حق وظيفه هندسيه، ياخذون مثلا ماركتينج، ولا لان ماركتينج از نوت جاست سوشيال ميديا، سوشيال ميديا از وان دروب ان ذا اوشن اوف ماركت، اتس مور اباوت داتا ساينس، كالكوليتينج ذا نمبرز، تراينج تو كولكت ا ترند من الارقام اللي قاعد تطلع من الماركتينج، شلون استخدم الارقام هذه عشان اسوق بضاعه ثانيه ولا اطلب بضاعه علشان ادري ان عليها طلب. ف ماي ريكومنديشن وود بي تراي تو جيت مثلا شورت سيرتيفيكت ان مثلا داتا ساينس ولا ان بزنس ولا شيء، اد ات يور سي في اند ابلاي ايفن تو نون انجينيرنج جوبز، بي اوبن. انا مش انا اتكلم مشكله شخصيه انا واجهتها لما تخرجت من جامعه الكويت، ماي باك جراوند فاينانس، قلت بس ابي اشتغل انفستمنت بانكينج. قعدت 6 اشهر ادور على وظيفه، وكيپ ان مايند ترى سوق الكويتي سوق جدا صغير، ما حصلت اللي ابي، فقلت اوكي لازم افتح الدائره شوي، اوسع الدائره شوي. فقلت اوكي انفستمنت بانكينج وبانكينج، وهم ما لقيت اللي ابي. فقعدت تقريبا سنه محبط يعني ما حصلت اللي ابي، فهني اللي قررت خلاص لازم افتحها يعني بحري واشوف شنو الفرص الموجوده، وI'll try to mold myself towards that job. ف just sharing from my learnings, try not to be picky. If you find something interesting, try to get a skill to make sure that you can يعني earn that job in the interview. Yeah, this is I think there's I'd like to add on to that. In بالبداية الانترنشيب yes مش متوفرين بشكل عام، بس people like Mr. Fahad, you know, the alumni stuff that we do here, we're also making an impact. يعني لا تفكرون إحنا بس عم ناخد عليكم ولا عم نواجهكم، يعني a lot of work being done behind the scenes because it's not easy to get an internship or to convince the other side. نسمة ذكر مستر فهد، طب بالعكس أنا عم بعطي الإكسبرينس يبي بعد أكثر من تذي، وذا الجانب هذا عم يتكلم هيك، والستودنت عم بقولي والله I'm not going to spend my time، ولهم حق الاثنين، I cannot say either is wrong. So we are also يعني re educating or we're trying to push boundaries أو عم نشجع الكمبانيز بشكل عام إنه يوفروا هالأمور بحيث إنه تكون هم واضحة للتارجت سيجمنت اللي هو الستودنت. فبالعكس what خبرة is doing is connecting many dots together and working the groundwork that's necessary to bridge the gap ما بين السوق العمل اللي يقول لي والله I need experience والستودنت اللي عم بقول لي طب I'm not gonna waste my time blah blah blah. So it needs education on both sides and a little bit of منها. Well, the second part is regarding another part or another degree or another training. I don't like to admit this because I'm a business professor. The businessman cannot be an engineer. هذا saying معروف. But the engineer can be a businessman. So what does this mean? Well, by the way, marketing, as I mentioned, Mr. Fahd again, marketing, اللي احنا بنشوفه هذا بنسميه advertising. Marketing بشكل عام is how you communicate the product. For example, and here I have people working in Fortune 500 companies. They are engineers, but how do they fit at the marketing or fit at the sales? ليش؟ لأن أنا كبزنس ما بقدر أبيعك شيء إذا أنا مو عارف the details of this or I don't know how to explain it to you. Imagine giving me نفرنده, you give me a what would I do with it? How can I sell it for you? Make a nice poster. I get that's to go. Person to person or business to business, I cannot sell it. I need an engineer to do that. فهلا we're seeing كمان this shift is happening. So it's also recommended that you either take extra courses. حتى لو بالجامعة كمان يكون عندك شوية background بالfinance بالbusiness بشكل عام أو through the internships that you are doing, like Elon Musk. you can achieve this also through the training that you get through the experiences provided to you من ناحية الكلابس من ناحية الانترنشيبس. That's why we tell you this is all of value. إن حصلت من وراها معاش أو لا. Whatever it is, وبالعكس إحنا لما نقول لك internship قط نفسك يعني it's just as important إني أقط نفسي في customer service في sales job. I had one of the ladies working on the floor selling beauty products ولا مدري شنو كانت electronics important. Then راح يعطيك skills that are required
to get the job done, to make you more well-rounded. It's not just an engineering degree that I have, but I also have experience in sales and marketing. All right, any more questions? Last question, please. All right, I think we're good. Thank you, Mr. Fahad. We really appreciate this. Now, as a final recommendation, please go ahead and check out KHIBRA. Is it KHIBRA.com, Mr. Fahad? Getkhibra.com. Getkhibra. We will definitely send this information out in our next newsletter, which will be coming out next week. Getkhibra.com. There's an app as well, I believe. Is that up and running? At the moment, it's a web platform, but it's... Okay. It's a progressive web, فيصير مع الموبايل عادي. All right, so go ahead and put your information on KHIBRA. You're not, يعني, there's no commitment, there's nothing you have to pay. بالعكس, explore what's out. I a lot of times I say, please, خليكم تعالوا بس شوفوا اللي يعني we're working hard to put for it. Just have a look. It's not going to cost you anything. There's no commitment. وبالعكس, I'm confident that you will find something that will suit you. Thank you, Mr. Bad. Thank you, everybody, for being here. Thank you, everyone, for having me. We appreciate the feedback. Good luck. Thank you. شكرا كتير شيخ يعطيك ألف عافية. أنا عندي سؤال إذا ممكن قبل ما. لا أكيد. تفضل يا. Just kidding. Yeah. So على في نقطة أخيرة بما إنه ما حد عنده سؤال. بالنسبة للخلينا نقول الشركات إذا شفت كيف بوظفوا من ناحية إنه إذا الطالب حيكون عنده participation بالuniversity clubs for example هل في تركيز أو هل في مثلا أي شغلة بهالموضوع؟ سؤالك يعني كان شيء أنا ما ذكرته بس سؤالك جدا مهم الشركات تبي تعرف شنو سويت برا الدراسة أوكي دراسة واضح أدري أنت تخصصك مثلا هندسة ولا بزنس ولا أي كان بس أبي أعرف منو عبد الرحمن برا الجامعة شنو شخصيته شنو هواياته فعلى سبيل المثال activities is an important one again يعطي مؤشر ان انا ترى I'm active مو بس دراسة وخلاص فكثير همهم هالشيء الشركات وركزون عليها وحتى لو سويت internships احنا هالشيء اللي قاعد نحاول نسويه في الكويت في يعني عادة لاحظناها مع طلبة الجامعة يحضرون دورات يقعدون على كراسي اي محاضر يتكلم يلعبون تليفونهم طول الوقت يعطونهم شهادة ياخذ الشهاده يقول ان عندي شهاده دوره بس في الواقع هو انا ندري انه ما استفاد what we're trying to push for اكثر practical experience تعال انت روح الشركه انت طالب للحين بس روح الشركه اشتغل وياهم شهر 3 weeks شوف قطاع العمل شلون قاعد يندار من داخل وتقدر بعدين تضيفه حتى بالسي في فتقدر تقول انا كنت طالب جامعه الفلانيه بكي سي اس تي واهم كنت بالاكتف بالكلبز اكس واي زي وهم عندي انترنشيب فباي ذا تايم تتخرج السي في عندك اوريدي ممتلي وايد طلبه اعرفهم يعني ياخذون صيفي كانه سباق كل صيف يبي يخلص 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 زين خلص لما تخرج يلاحظ السي في فاضي يقول ما عندي شيء اكتبه وguess what it's too late for an internship I mean you can enroll in an internship but by that time you should find a job not an internship فالطلبه عاده اللي they plan it very well اثناء الجامعه ياخذ له حتى لو one internship ويشتغل مثلا مع كلب فاينانس كلب ولا ماركتينج كلب ولا انجينيرينج كلب علشان لما يتخرج السي في على الاقل ما يكون فيه بياض يعني ذا ريدوس ذا وايت سبيس اللي على الورقه حتى الريكروتر لما يشوفه يقول اوكي واو هذا صدق فريش جراد بس يعني مخلص وايد اشياء فيسهل علي حتى توظيفه اقدر حتى ارقيه على طول ما اعطي انتري ليفل بوزيشن لانه هي هاز ذا اكسبيرينس فذاتس وات وير بوشينج فور وير اولسو بوشينج فور كروس بوردر انترنشيبس فقاعد نسوي الحين قاعد نكلم بنوك نحاول نسوي انترنشيبس يعني الكويت يروح السعوديه السعوديه يروح الامارات الامارات يروح البحرين في عمان يروح قطر فقاعد نحاول نسوي كروس بوردر انترنشيب فور ذا سمر بس بروبلي نوت ذا سمر بروبلي نيكست سمر ف وير تراينج تو اد مور براكتيكال اكسبيرينس حق الشباب حلو حلو كثير شكرا كثير لك This is a big problem. You're right, absolutely. And then we get to the final year. And final year students, I incorporate them to give talks to our students between the first to third year to encourage them. And then we don't have any space. ما عندي شيء بس حاطة على CV. I don't have anything to add to my CV other than my bachelor's degree. Many people would regret it. إن كان من الكلاب الopportunity راح it will present. And can through an internship. This is why we encourage you to, you know, don't skip a beat. Do whatever it is that you can. عشان لما تروح عند الامبلوير
حاليا we have many cases اللي على طول راح على a full-time job. He wasn't even, you know, given the 2-year probation or whatever, or first entry level jobs. But yes, this is very important to get yourself involved in any way you can. All right, thank you guys, have a wonderful day, and we appreciate the talk. Thank you very much. Hello, right. Sahna. Thank you. 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 Thank